شارك حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اخوانه واصحاب الجلاله والسمو قاده دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في جلسه العمل المغلقه لاعمال الدوره الاربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون التي عقدت هذا اليوم برئاسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله وذلك في قصر الدرعية بالعاصمة الرياض وناقش اصحاب الجلاله وسمو في هذه الجلسه القضايا والموضوعات المطروحه على جدول اعمال القمه